روحي ما انك ملاحظة انه هذا الروتين عم يذبحنا ذبح يعني؟ بلا ملاحظة اساسا بتعرف شو؟ انا الحق علي كانوا يقولوا لي الزواج كله روتين وما صدق. طب شو الحل يعني؟ ما بعرف، مو انت الرجال؟ لاقي لنا حل. رح الاقي لك حل. اليوم بتجهزي حالي، حنروح نسهر ونجن ونكسره لهذا الروتين، حنعمل كل شيء. موافقة. شكرا، اهلا وسهلا. غير الروتين وبيطعميني بالمطبخ. ليش بعرفني؟ انت بركي بيمشي الحال. بلكي بيمشي الحال؟ روحي بس كأنك عم تسخني تسخين يعني، مالك عاملة شي جديد؟ لا صراحة مالي خلق اليوم اطبخ، مالي خلق. ولا يهمك. بتعرفي شو جا عبالي؟ شو جا عبالك؟ حبيبي عم فكر هيك انزل جيب فيلم رعب ونحضره انا وياك. رعب؟ لا قصي ما بدي، ان شاء الله انا كثير بخاف. لك يا عمري على اساس انا بحبه للرعب، انت بتعرفيني رومانسي، روح قلبي الشمع وهدول القصص، بس يعني هيك نكسر هذا الروتين. قلتك احنا مطعم وطلعنا واكل رح ناكل هون. يلا مو صفيان غير فيلم الرعب. وافقتي؟ موافقة. هاتي هالاكل البايت لنشوف. لا تقول بايت. To be careful not to succumb to the temptation. كليك يا لطيف على المنظر. طلعي طلعي يا حبيبي. هما يخرب بيتك. لك تمثيل حبيبي تمثيل. ما بدي اشوفه ما بدي. لك خلص طلعي طلعي ما في شيء. يا الله منك ليه طفيت الضوء؟ لك روحي اساسا الفيلم ما حلو تتفرجي عليه الا والضوء مطفي. لا تخافي يا حبيبتي لا تخافي. لك ذبح يخرب بيته. يمي روحي. شو رايك يعني بما انه خلص الفيلم او رح يخلص يعني نفوت نتخبى جوا؟ شو عامل فيها؟ امضي امضي. صافيه شو بعرفني ذبح وزت بالبي. بس ليش هيك كثير مجرم هون؟ بو خلص خلص بيبي انا كثير خفت. لا تخافي حبيبي امشي روحي نام. احذري شو انا كمان خفت. طلعي امك طلعي امك عايزه شليك
وردة؟ بونجور يا عمري. فطور كمان. إذا بدك تعرفي المفاجأة، الحقي الأسهم لتوصلي لها. بس إذا بتحبيني تمشي فوق الأسهم تماماً. الو، لك اهلين يا حبي، طرقتي راسك اربع مرات. خلص روحي، المره الجايه ما راح احط لك الاسهم تحت الطاوله. بس المهم، عجبتك المفاجاه؟ اكيد يا قلبي، انت بتعرفي قديش انا بحبك، وبتعرفي اني مستعد اعمل اي شيء لترجع الروح لحياتنا. ايه حبيبي، ما راح اتاخر، وبخلص شغلي وبجي فورا. باي يا عمري، باي روحي. هي احلى شوكولاته لشوكولاته روحي. ورجيني يوي. بس تخلصي اكل. الله يحرمني منك. لا توقفيني، وريع على الشاكليه، على الشاكليه لازم اجيب لك معمل شوكولاته. هلا هلا شوف شو طيبه. صبي صبي. ما بدك تتوقع؟ لك دير بالك سخنة. ايه؟ لك ما بيهم. وين من؟ من الريحة طيبة. عشان تعرف دوقي لشوف. أغنية. خليني أقلب شوي. بيبي بتقوم لحالك ولا أنا فيقك بطريقتي؟ خلاص روحي خليني أنام شوي. رح فيقك بطريقتي. لا 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 روحي خلاص. خلاص روحي خلاص. عم بقول لك لا خلاص روحي. ما رح تقوم بالحيطه تبعك. عم تقولي بدك اياها؟ ايه. بس لك اي تقوم. عم تلعبي؟ تعي نلعبي روحي. لا روحي. الله يصلحك يا امي. بدك اياها قاسي روحي. صار لك شيء؟ هلا صار لازم اكتب لك شو بدك تعمل لتوصل لكنزي يا قصي افندي.
ما بدي بلش ما بدي بلش. حياتي أنا مسامحتك على الشيء اللي صار مبارح، بس لحتى أنسى الوجع وعدني تنفذ كل شيء مكتوب بالورقة لتوصل للكنز يلي مخبيت لك يا ويلي رح يرجع البسمة لحياتنا. شو مخبيت لي يا؟ يلا رح أعمل بدي. أول شيء بترجع لباب غرفة النوم وبتمشي باستعداد لعند التلفزيون، بتلاقي الخطوة الثانية. هات لنشوف. شقلب لحتى تصل لعند الطاولة مثل ما شقلبت لي راسي مبارح، بتلاقي الخطوة الثانية. يعني لازم تعمليني كاراكوز اليوم؟ شو عم بصير معي اليوم؟ نط على رجل واحدة لحتى توصل على طاولة المطبخ، هونك بتلاقي الخطوة الرابعة. على رجل واحدة؟ يلا على أساس نطينا. وهلأ يا حبيبي بتدور حوالين حالك 5 مرات، بعدين بتحط السلم وبتطلع على السقيفة وراح تلاقي الكنز ناطرك. بحبك يا حبيبي. هلأ صار مدور شو لازم. عم دور أنا. ها إن شاء الله انبسطتي بهي المفاجأة. راحت رجلي. آخ في بعت لي حمى عليك. والله مو بقصدي، بس يعني أنا كنت جابت لك هدية وحاطتها فوق. شو صار لك هلا؟ ما صار شي روحي، انكسرت رجلي. يبعت لي حمى يا بيبي، أنا كل فكري قال عم بكسر روتين. أنا آسفة يا حمى، انكسرت رقبتك. قوم يا عمري، قوم قوم يا روحي. طبر قلبي. أي يا عمري، أمري أنا يا عمري. عين عين صبر.